صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 22 لسنه 2021 بتعيين ممثلين عن حكومه مملكه البحرين في مجلس اداره المؤسسه العامه لجسر الملك فهد جاء فيه الماده الاولى يعين ممثلين عن حكومه مملكه البحرين في مجلس اداره المؤسسه العامه لجسر الملك فهد كل من الشيخ أحمد بن محمد الخليفة رئيس الجمارك بوزارة الداخلية نائبا للرئيس السيد سامي عبد الله أبو هزاع وكيل وزارة المواصلات والاتصالات للنقل البري والبريد عضوا السيد خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عضوا السيد محمد رشيد المعراج الرئيس التنفيذي لبنك إلى عضوا وتكون مده عضويتهم في المجلس المذكور ثلاث سنوات قابله للتجديد